الفقرات برنامجنا رح نكون باتصال مباشر مع غادة غزول المسؤولة عن التعليم الديني بمدرسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس بصليم. منحييكي غادة، من صبحك بالخير. أهلا جمال الزهور. أهمية التعليم الديني اليوم بالمدارس وبشكل خاص بزمن الصوم، نعرف كطوائف شرقية اليوم أرثوذكس ما بلشتوا بالصوم، بس تمهيدا وتحضيرا لطلابكم كيف بيفوتوا بهذا الزمن من خلال التعليم الديني؟ من خلال التعليم الديني نحن حقيقة منبلش قبل تقريبا بشي شهر وشوي. نعم. منطلق من زكا العشار، يعني منبلش نحضر من رغبة زكا، وزكا اللي كان معروف عنه انه هو كان عشار وممكن يكون عم بيكون ياخد زيادة من جمع الضريبة، توصل للخلاص لما قال له يسوع اليوم حصل الخلاص لك ولهذا البيت. إذا أهم شيء إنه أنا إذا بدي أرغب بأي علاقة مع الرب بدي يكون عندي هيدي الرغبة لحتى أحصل على الخلاص وعلى لقاء يسوع القائم من بين الأموات. إذا أنا ببلش من هالأحد بهالأسبوع كله سوا بيكون الحديث كله عن زكا لحتى نفوت بالرحلة، لحتى نفوت بأي رحلة أو رحلة صوم بدي يكون في إلى الماتريال، يعني بدنا ناخد شو بدنا نعمل بهالرحلة، إيه شو لازم ناخد معنا. بقى مفهوم الصوم هو رحلة هيدا ببلشوا ياخدوه، وبهالرحلة لحتى نحنا ننجح فيها بدي يكون عنا حديث عن الفريسي والعشار، شو صفات الفريسي، شو صفات العشار، صفاته الحلوة بالفريسي اللي كان يتمم واجباته، حتى وصفات العشار اللي كان فيها طلب من طلب الرحمة انه نحنا خطأ شو ما نكون، حتى لو كنا نحنا أولاد كنيسة بس نحنا ما ننسى انه نحنا عنا خطايانا ودايما بدنا نطلب الرحمة ومنرجع منفوت بالابن الضال انه نتذكر انه الله بيقبلنا حتى شو ما نكون نحنا، الله ناطر يفتح لنا ايديه وهو بيكون في فرح بالسما بخاطئ إن واحد يتوب، وإنه ما نجي نقول نحن عينين كتير إشياء الله ما بيقبلنا، الله بيحبنا ولازم نقبل إخوتنا اللي بيرجعوا وبيجوا، هيدي المحبة لازم تتفاعل مع الآخر، لازم نحضنه للشخص اللي نحن لنقول ما بيجي على الكنيسة وفجأة بيصير يجي، لازم نحسسه إنه محبة الله موجودة من خلالنا من خلال ناسنا يعني أولاد الكنيسة، وبنرجع منفوت بقصة إنه نحنا ما لازم ندين الآخر من خلال أحد الدينوني، كنتوا جاي عن فأطعمتموني كنتوا عطشانا، لازم نحنا دايما خدمة الآخر هي عبر المحبة عبر الأطعام الفقير، أطعام الجائع، أطعام رفيقنا إذا ما عنده ناس بيهتموا فيه. المحبة هي منا بس العطاء بالمصاري وبالأشياء المادية اللي هي أول درجة من سلم المحبة، هي بالبسمة، هي بمحاولة نكون زملاء للناس ما عندهم أصحاب ما عندهم رفقة نحسسهم بهالمحبة. تنوصل لموضوع الصوم، أكيد موضوع الصوم اللي هو الهدف الأول والأخير لقاء السيد من خلال محبة الآخر، ومحبة الآخر بدها تكون بالعطاء بمساندته بأنه نحن نعيش حياة الفقير فنقدر نشعر معه وتنوصل ليسوع القائم. هل طبعا بحكيت بسرعة بس غادة الوقت ما يداهمني. نعم. عم نحكي مع تلاميذ مع طلاب مدرسة، هل هذا كافي لتنمية حس الصوم عندهم، تحفيزهم على الدخول بهذه الرحلة اللي ذكرتيها من خلال هالأناجيل وهالقراءات وكلمة الله؟ ليكي أول شيء نحن حقيقة من رافقهم، يعني نحن موجودين بكل مشكل بكل أي شغلة بتصير نحنا من رافقهم، ومن إذا بدك منقول لازم نطبق كل شغلة. ثاني شغلة نحنا أكيد في تطبيقات، يعني نحنا مثلا من خلال شو بيقولوا محاولات خجولة صغيرة قد ما منقدر، لأنه نحنا عنا بمدرستنا ساعة منجرب نعمل لنقول بوكسات نوزعها للفقراء، عملناها على كذا سنة خلال فترة الصوم كل حدا بيجيب لنقول كيلو حسب الأعمار، يعني لنعطي مثل صف الدقام بيجيب كيلو برغل،
كل واحد منه بيجي كيلو برغل بطريقة لنعمل عينة غذائية نقدر نبعتها. بس نحنا برضو كمان من خلال هيدا العمل منجرب نقول لهم نحنا عم نبعتها لناس لما هن بيروحوا لنقول بيزوروا ميتم أو بيزوروا دار عجزة، منقول لهم نحنا بيهمنا إنه ما نعرف مين الأشخاص اللي عم تتوزع لهم هاي لحتى طريقة العطاء ما يكون فيها كبرية، ما يكون فيها شو بعرفني شوفة حال، ما يكون فيها تربيح تجميل. يعني كتير بينشغل على أبسط الأمور كيف نحن عم نعملها، وما يكون هيدا العمل فقط لأنه عيد الميلاد فقط عيد الفصح، لأنه نحن بنظرنا إنه هيدا العمل الجيد عمل الصدقة أو عمل العطاء أو عمل المحبة هيدا لازم يكون هو مدرسي لكل حياتنا مش بس بفترة الصوم. نعم. يعني الصوم هي كيف واحد بيدرس قواعد اللغة العربية أو الجرامر لحتى يستعمل هالقواعد بأي نص أو بحديث أو بخطاب. كمان نحن بنعتبر أنه فترة الصوم هي مدرسة لكل حياتنا، يعني مثل إذا بدك بنزين كل هالسنة لنقدر نضلنا مستمرين بهيدا العمل، هيدا اللي بنقدر نشتغل عليه قد ما بنقدر. يعني هالسنة مثلا حاطة المشروع براسي أنه إذا فينا نعمل ممكن واحد ياخد ولد يتبنى يجرب أنه كل شهر يقدم شيء بسيط من خلال هالتلاميذ، إن شاء الله يكون بالشهر بس دولار يعني تنقدر ناخد ولد على عاتقنا. نعم. يعني منجرب قدر ما فينا إن شاء الله. نعم. من خلال كل هذه التجارب يوصل الإنسان لنتائج مثمرة. ولا أكيد بس ولا عمل إلا ما الولد بيكون عم يعطي رأيه فيه ومنجرب نقنعه. يعني دايما الحوار والقرار بده يطلع من ذاته مش بموضوع فرض كأستاذ نحن كأساتذة. يعني بدنا نشكرك أستاذة غادة غزول المسؤولة عن التعليم الديني بمدرسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس ببصليم. كمان زمن مبارك ويعطيكم ألف عافية على كل اللي عم تقولوا فيه. شكرا لحضورك معنا. لكم وصوم مبارك لكم كمان وإلك كمان. شكرا لحضورك.